عضو جبهة الخلاص رضا بالحاج وقال احنا يدينا ممدودة عندنا توقعات وعاتب. هو يعرف اللي يديه خليها عنده. نتقاطعوا مع الدستور. هو يعرف لا يتقاطعوا معنا ولا نتعاملوا معاهم ولا حشنا بيديهم مفتوحة ولا عنا علاقة بيهم، ونعتبروهم جبهة متسترة على الإرهاب ومحملين المسؤولية نجلة بودن وقيس سعيد انه مخلينا جبهة في البلاد اللي زعيمة متاحة كل يوم يشي يبحث في قضايا الإرهاب، واللي الناس اللي سفرت الشباب والناس اللي مورطة في التنظيمات الإرهابية وفي القراضاوي. لكن الهدف من المشهد السياسي الحالي باش نغطيه على الكارثة الكبرى متاع اليوم اللي هي هذا جوهر اللي لازم نحكيه فيه، هو بيع الوطن وتنفيذ الإملاءات الخارجية متاع مي وسمى إصلاحات، لكن هي مش إصلاحات، هي عقوبات بالجملة على الشعب التونسي. يلزم نقوله فما الحزب الدستوري هو الحزب الوحيد اليوم الثابت إنه يتحرك في الميدان، إنه نجم يعبي الشارع، إنه نجم يتحرك الثابت. هاني قتلك وين تشوف ما كانت الحزب اليوم وفي المستقبل؟ اليوم معناها تطرحوا روحكم كبديل أو نحن نقعد في المعارضة؟ لا، احنا بديل واضح من نهار الأول وكل يوم قاعدين نبينوا في هذا. اليوم أنا مانيش قاعدة نحكي من منطلق فراغ وإلا من منطلق أنه نمجدوا في أنفسنا، لا. احنا اليوم بعد عام ونص تقريبا من اللي صار هذا 25 جويلية 2021، الحزب الوحيد واللي عنده عكس ذلك تفضل يخرج، الوحيد يعمل وقفات الاحتجاجية في الشارع ويعبي الشارع، يعمل مسيرات كبرى في الشارع ويعبي الشارع، ويتحرك ميدانيا، يتحرك على مستوى ندوة، يتحرك على المستوى الأكاديمي، ويتحرك على المستوى الهيكلي، ويتحرك على مستوى المواقف والبيانات الاستباقية الاستشرافية الصحيحة اللي من بعد يخرج يقولوها لكن ينسبوها لأنفسهم.